واش الخوت واش الحباب، السلام عليكم. كل شيء تفرج في الماتش ديال المغرب وميريكان، شنو النظر ديالكم؟ شنو التكتيك؟ شنو بان لكم في هذاك الماتش؟ واش هاد التشكيله تمشي بها المونديال؟ شنو ما وعر جبتكم واحد التشكيله في التشكيله اللي جاتني مناسبه، والمدرب اللي بان ليا أيكون منهم الركراكي و عموتة. نعطيكم التشكيلة كالتالي: عندك في حراسة المرمى ياسين بونو، في الدفاع عندك أشرف حكيمي، سيس أجرد، الزلزولي، مزراوي. وسط الميدان عندنا سفيان بوفال اللي شفناه ما عيطش ليه خالي الوزيت، عندنا سفيان أمرابط، عندنا زياش، هادو غائبين. ما شو ما عيطش ليهم، تنستغرب كنشوف لاعبين كبار بحال هادو ما تعيطش ليهم خالي الوزيت. اشرحوا لي هادشي في الكومنتير عافاكم. في الهجوم تنشوفوا سفيان بوفال يعاود يرجع اللياقة البدنية ديالو. تيبان لينا زلزولي اللي لعب نادي برشلونة، شنا تباطأ في هاد الأيام القليلة، نتمناو المنادى عليه. الحمد لله اللي راه محيح في السعودية، الدور السعودي. نتمنى تا هو يكون هادي هي التشكيلة المناسبة اللي يمشيو بها المونديال. نتمنى القزاع يدير بهاد التشكيلة هادي. نتمنى خليل وزيت هز صاحبي الشنطة و سير أصاحبي سير، و انت خسرتي مع أمريكا من 3-0، زدتو كملتوها بينالتي مضيعينو، ماشي حشومة. واش هداك لاعب يسير بينالتي دابا هداك مطيرها للسما. نتمنى اللعاب عندنا لعابة كأنت لعاب مترجي مترجي يا صاحبي، لاعب زويون هذاك والله ما يضيع بيلانتي. لاعبين اخي في البطولة برونوان، ونتمنى شي منادات عليهم. فعيس لي عيط لي الدراري باقي جون كمترجي، ك انا سنيتي هذاك. كاينين لعابة في البطولة انوي برونوان، في يقا بدنية مزيانة. نتمنى اللي شاف هاد الفيديو مينساش بارطاج، مينساش ابوني. وراكم تما، ورا عطيتكم التشكيلة المناسبة اللي نمشيو بها كوب دو موند ديال قطر، ورا هادي هي التشكيلة. الا ما بغاوش راه خبار في راسكم، طيارة دايرة امر. يعني بغينا شي هجوم يكون حريقة، إلا ما كانش الحمد لله كاين اللعابة، كاين مترجي. حنا ضرب أو ما ضربو الأهلي، ضرب جوج بيوتا صاحبي، بيوتا راه استعرى، يضرك راسك. تدور القنوات المصرية تلقاها جاية تضرب على مترجي، البيت ما بيت ما بيت، صراحة عطاهم، صراحة قراهم كورة صاحبي. ونتمنى ومن هذا المنبر مبروك الوداد البيضاوي، وهارد لك الاهلي المصري. يلا تشاو الدراري، يلا ابوني الخوت، ابونا معانا باش ديما الجديد. يلا تعلم.